طبعا هاي المهنه مهنه قديمه واحنا بها يعني مو اليوم والبارحه وانما بحدود ال 40 50 سنه. يعني انا الشغله وارثتها من والدي الله يرحمه، وهي شغله العائله وشغله العشيره. يعني احنا ابن عن جد، يعني انا عمي مصلح، خالي مصلح، ما نعرف غير هالشغله. واحد على الثاني، انا سنه ال 85 صرت قصه، يعني صرت قصه وقعدت بمحل ورا ميز 85، يعني 35 سنه اكثر تقريبا، 35 سنه انا امتين هاي الشغله اللي ما اعرف غيرها، هي الوحيده اللي امتينها والحمد لله والشكر. يعني ابدع بيها. قبل كانت اكثر، يعني هي الشغله باب الشرجي هو معروف، يعني بالناس المختصه البروفيشنال على ما قولت المحترفين اللي يصلحون الماركات، الساعات السويسريه والساعات اليابانيه والسبير والقطع غيار متواجد فيها. فهي اكثر منطقه بها فساد. قبل كانت اكثر من هيجي، قبل كانت اكثر، هسه قلت لان الناس صارت اقل. يعني شلون؟ يعني اللي كانوا بذاك الوقت عمره 40 50 توفوا، بقوا اللي كانوا عمر 20 صاروا 30 40، فصارت اقل نسبه الخبره، اقل نسبه الناس المتواجده، اقل، فانحصرت الشغله صارت اقل.